هاي الكل، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم، فيديو اليوم رح شارك معكم 10 نصائح للترتيب لازم كل بنت تعرفها، مثل ما مبين بالعنوان. بصراحه هذول النصائح لكل حدا، كل حدا لازم يعرفهم، بس لانه البنات بيهتموا اكثر بالترتيب فخليت العنوان للبنات، وحلول يعني بسيطه كثير وبتساعد على الترتيب كثير. اول شيء حابه احكي عنه هو تطبيق على التليفون، سبق وحكيت عنه قبل 4 أو 3 شهور من هلا. هذا هو الفيديو اللي حكيت عن هذا التطبيق فيه، وحكيت عن 3 تطبيقات، فيكم تضغط على هذا الرابط ياخذكم تشوفوا الفيديو كامل. بس هو تطبيق سنوبس، تطبيق سنوبس كثير حكوا عنه يوتيوبر، بس تقريبا انا اول وحده حكيت عن هذا التطبيق لانه كثير عجبني وبجنن يعني للترتيب، انه تصوري صوره تحطيهم. بس بعد ما عملت الفيديو اللي حكيت فيه عن سنوبس وكذا تطبيق معه، جاني كثير اسئله انه كثير حبينا سنوبس وكثير عالم ضافوني على سنوبس او عملوا لي فولو، بس بنفس الوقت عم يسالوني سنوبس صعب، نور ساعدينا بدنا نتعلم له، لانه سنوبس كثير كثير سهل. وعلى فكره فيكم تحطوا اغراضكم تخلون خاص انتوا لحالكم بس، او عام حتى العالم يعني يعطوكم رأيهم بغراضكم، فكتير بيساعدكم تعرفوا كل شيء عندكم، كتير كتير بجنن يعني. فهلأ رح أرجيكم مقطع صغير تتعرفوا كيف تستخدموا سنوبس مشان يعني يسهل عليكم البرنامج، لأنه انطلب هذا الشيء كتير، وعن جد بنصحكم تحملوه لهذا البرنامج، ساعد كتير بالترتيب، وكمان ضيفوني عليه إذا حملتوه ما تنسوا تضيفوني عليه، اسمي رح أحطلكم إياه بصندوق الوصف تحت. هذا هو سنوبس تاني واحد، هلأ رح نضغط عليه نفتحه، فيكم تسجلوا فيه أو إذا عندكم already password واسمكم فيكم تفتحوا دغري، وفيكم كمان تفتحوا مع فيسبوك اذا عندكم حساب على الفيسبوك. هلا من هون هذه الاشاره يعني لفوق فيكم تضيفوا رفقاتكم على كل السوشيال ميديا اللي عندكم. تاني وحده الاكسبلور، فيكم تبحثوا من فوق هذه الخانه اللي عم اشير لكم عليها، تبحثوا عن اي اسم عنده سنوبس مثلا نور ستارز 21 وتضيفوني. وكمان فيكم تشوفوا العالم شو ناشرين، شغلات المشهورة على سنوبس، شغلات كتير حلوة كمان، وكلها يعني بمجموعات معينة. هون اغراضكم اللي انتو ضايفينهم، انا هون مش ضايفة اغراض على هذا الحساب، هذا حساب تاني عندي، بس رح اترك لكم حسابي الرسمي تحت بصندوق الوصف، ومن هون بتضيفوا صورة يا اما من عندكم من الكاميرا او صورة جديدة بتاخدوها بنفس اللحظة. وهذا هو سنوبس بكل اختصار، شغل يعني كتير كتير سهل. بعد ما خلصنا من اول شيء اللي هو تطبيق على تليفونكم بيساعدكم بالترتيب، هلا خلينا ننتقل للتسع نصائح التانيين اللي رح يساعدوكم كتير او يعطوكم افكار للترتيب كتير بتفيدكم، فخلونا نبلش. هلا رح ارجيكم اسهل واجمل طريقه لحتى تطووا فيها او ترتبوا فيها التيشيرت. تتخيلوا انه في خط وهمي بنص القطعه، خط وهمي بنص القطعه، وبعدين تمسكوا هذا المكان اللي تخيلتوا فيه الخط الوهمي اللي بنص القطعة، وبعدين تمسكوا كتف القطعة وتوصلوا الكتف بنهاية القطعة مثل ما مبين بالفيديو اللي قدامكم، وبعدين تشيلوا القطعة لفوق. بس تشيلوها إذا القطعة إلى إيد طويلة بتحطوا الإيد أول شيء، وبعدين بتنيموا القطعة فوقها بالشكل كمان اللي مبين بالفيديو. ومن بعد هاي الخطوة أنتوا بتتحكموا إذا بدكم ترتبوا القطعة بشكل كتير كتير صغير، يعني تطوها بشكل صغير، او اذا بدكم تطوها بشكل بروفيشنال حسب انتو اللي بدكم اياه. فهيدي بشكل مسرع هون الخطوات، وهيدي الشيء يعني او هيدي الطريقه مع التكرار رح تتعلموها كتير كتير، فكرروها ورح تصيروا كتير مناح فيها، واسهل واحلى طريقه، منظرهم كتير رح يكون مرتب وانتو حاطيهم بالخزانه او باي مكان. فكتير بنصحكم بهالطريقه لترتيب ثيابكم. رح أرجيكم أسهل طريقة لطوي الملابس الداخلية اللي بتصير بهالشكل اللي موضح بالفيديو. أول شي تعملوه إنكم تطووا جزء صغير لفوق بهالشكل اللي مبين بالفيديو لفوق، بعدين تبلشوا تطووا من فوق ولتحت مثل كأنكم عم تطووا سندويشة. فلما توصلوا للجزء هاد مثل هالشكل اللي مبين بالفيديو، ترجع تطووا من الراس ولتحت بهالشكل كمان اللي مبين بالفيديو، وبعدين رح تاخدوا الجزء اللي طويتوه لجوا وتفوتوا فيه كل القطعة، فرح تصير مثل الطابة، شكلها كتير حلو وكيوت بالمجر أو بأي مكان بتحطوها فيه. رح أعيدلكم الخطوات بشكل كتير سريع، تطووها بعدين تحطوها بعدين تطووا لتحت بعدين ترجع تطووا بالطول بعدين تصير مثل الطابة مثل ما رح تبين هلأ بالفيديو بشكل سريع. كمان نصيحة اللي هي بتدل على نظافة البيت
والترتيب جزء كبير منه نظافة البيت. انكم تجيبوا زهور اللافندر المجففة وتحطوها بقلب كاسة شفافة، المنظر رح يكون حلو، وكمان الريحة اللي بتخليها بالمكان ريحة نظافة، يعني بتحسوا عن جد هذا الشخص مهتم كتير ببيته. ياريت لو في خليكم تشموا هالريحة، بس ما في، بس جيبوها وجربوها ورح تدعولي. كمان شيء كتير بدل على الترتيب هي تعليقات الاتياب، جيبوها كلها بنفس اللون، وهذا الشيء رح يدل على انكم ناس مهتمين بالترتيب وبتحبوا الترتيب. إذا بدكم خزانتكم تبين بشكل مرتب، رتبوا الاتياب على درجات الألوان، يعني كل درجات ألوان وقريبين من بعض. كمان فكرة للديكور وللترتيب بنفس الوقت هي هيدي العلب اللي موجودة عند إيكيا، رخيصة كتير، بتعبوا فيها حبوب وبتوقفوا فيها الفرش تبع الميكب تبعكم. أول شي بتحافظوا على الفرشة نفسها، كمان الشكل رح يطلع كتير مرتب وكتير حلو بأي مكان وأي زاوية بتحطوا فيها هذا الشي. كمان إذا عندكم العقود اللي بتصير كبيرة وطويلة بهالشكل وما بتعرفوا كيف ترتبوهم وكيف تحافظوا عليهم بنفس الوقت، كل اللي عليكم تجيبوا تعليقة تياب، وبتفضل تكون خشب يعني أفضل لتتحمل تقل هدول العقود، وتعلقوا فيها الشغلات وكتير منظره رح يكون حلو مرتب. كمان فيكن تستخدموا علب التلج للترتيب وترتبوا فيهم خواتمكن أو حتى حلقاتكن مشان أبدا ما يضيعوا، أو حتى السلاسل اللي بتكون خفيفة مشان ما تتعلق ببعضها. آخر نصيحة وتقصد تخليها آخر نصيحة مشان تبقى ببالكن، اللي هي نصيحة ترتيب وتنظيم الوقت. ترتيب الوقت أهم شيء لحتى تكونوا عالم ناجحين بحياتكم، سو كل اللي عليكم تجيبوا أي دفتر، أي دفتر مش ضروري يكون خاص لهالشي، وتكتبوا فيه كل الشغلات اللي لازم تعملوها، ولما تكتبوها صدقوني رح تعملوها، وبس تعملوها بتصيروا مرتبين بحياتكم، وهذا الشيء كتير رح يفيدكم أنتوا، بس جربوه وبعدين حكموا. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تشاركوه على كل مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وكل شيء، وكمان تبعتوه لكل رفقاتكم مشان كمان هن يستفادوا. وإذا عملتوا حساب على سنوبس ما تنسوا تتابعوني، اسمي رح اترك لكم اياه تحت بصندوق الوصف. تابعوني على انستغرام، نحن عم نحاول نوصل ل 100,000 مشترك على انستغرام، فإذا عندكم انستغرام ما تنسوا تتابعوني لنصير سوا 100,000. اسمي نور ستارز 21 رح اترك لكم اياه هون، وهو نفس الاسم على تويتر. كمان لا تنسوا تعملوا اشتراك سبسكرايب للقناة مشان تشوفوا الفيديوهات الجاية، فاضغطوا هيك في حمراء هون او هون، اضغطوا عليها لتصيروا مشتركين رسميين بقناتي على يوتيوب لتشوفوا الفيديوهات الجاية، وفوتوا تفرجوا على كل الفيديوهات الموجودين بالقناة. بحبكم خيرات الله، وبشوفكم ايمتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.